نددت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية وجمعية الإمارات لحقوق الإنسان ومركز المنامة لحقوق الإنسان، نددت بالعقاب الجماعي الذي قامت به السلطات القطرية بحق أفراد من عائلة وقبيلة آل مرة القطرية بسحب الجنسية منهم وتشريدهم في سابقة تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان. في الوقت الذي تسعى جميع دول العالم وبكل أجهزتها وأدواتها إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان على أراضيها، لا تزال قطر تسجل الإخفاق تلو الآخر والانتهاك تلو الانتهاك في حق أبناء جلدتها وشعبها وأبرز مكونات مجتمعها الأصيل. فالنظام في الدوحة لم يتوانى عن انتهاك حقوق الأطفال والشيوخ والنساء وتجريدهم من أبسط حقوقهم وتشريدهم في العراء بلا مأوى أو ملاذ بسبب مخالفتهم له الرأي في خروج صارخ عن أسمى مبادئ حقوق الإنسان الدولية وخروج عن الأعراف والتشريعات الدينية. فما قامت به السلطات القطرية من عملية سحب جنسية 55 مواطنا قطريا بشكل تعسفي بحسب حقوقيين هو إجراء جائر بحق مواطنيها، وخصوصا أن هذا الإجراء الظالم قد شمل الشيوخ والأطفال والنساء، ومنهم شيخ قبيلة آل مرة الشيخ طالب بن محمد بن لهوم بن شريم و54 من أفراد عائلته. وإضافة إلى أن ما أقدمت عليه السلطات القطرية في حق آل مرة من تشتيت وتشريد هو سابقة دولية لا مثيل لها سوى ما قامت به الحكومة القطرية نفسها عام 2005 حين شردت أكثر من 6000 من مواطنيها من فخيدة آل غفران وسحب جنسياتهم دون أي مبرر أو سبب يتفق مع المعايير الدولية. فسجل حقوق الإنسان في قطر سجل تملأه الريبة وتحفه المخاوف من مدى محافظة السلطات القطرية على حقوق شعبها وحمايتها، وذلك نتيجة أن السلطات في قطر تخلفت عن التوقيع على عدد من الاتفاقيات الهامة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان. ولم تكتفي بذلك فقط، بل إنها انتهكت أهم الحقوق الأصيلة لأي مواطن على أرضها كالحق في الجنسية والمسكن والعمل وإلى آخره من الحقوق الأساسية التي تسعى لحمايتها كل الدول. والمحللون والمراقبون لمجال حقوق الإنسان في الوطن العربي وقطر تحديدا يؤكدون أن سجل قطر الداخلي في مجال حقوق الإنسان سجل سلبي يحمل العديد من الانتهاكات، بدءا بسحب جنسية المواطنين تعسفيا وقمع الحريات الصحفية والإعلامية ومنع الحرية الدينية وصولا إلى الانتهاكات الصارخة لحقوق العمال، وهو ما أدى إلى مقتل أكثر من 2200 عامل تحت إنشاءات مونديال عام 2022 أو ما سمي بمونديال الموت. وسجل قطر الخارجي لا يقل ترويعا عما يشهده المواطنون والمقيمون في قطر، فالتحريض القطري على إسقاط الأنظمة العربية ودعم النظام القطري للإرهابيين وتوفير الملاذات الآمنة لهم هو بحد ذاته يرقى إلى ما هو أكثر من انتهاكات لحقوق الإنسان، تصل كما وصفتها جمعية الإمارات لحقوق الإنسان في بيان سابق بأنها جرائم حرب.